أخبار اليوم. في بعض الناس قد تتساءل، هو ده الشغل بس اللي هتعتمد عليه عشان تجيب حركة سياحة واردة؟ بالتأكيد لا، هو ده المناخ اللي بتخلقه في العالم كله، مناخ إيجابي يمكن الأدوات التقليدية إنها تشتغل بطريقة أفضل. تسويق مشترك، حملات إعلامية أو الدور، كل الشغل ده هيتم مرصود ميزانيات ولو شغل طبقا للأسواق المختلفة بيتم تحليلها. لكن اللي بنعمله النهاردة أداة قوية جدا. أنا كل اللي بطلبه أطلبه، أنا بدعي وبلاسف أنا أقول أنا إن إحنا عملنا فيلم شرطة فنادق وكان رفع معدل السياحة في شرم الشيخ للمنطقة العربية كلها، وبعتقد إن إحنا عملنا دعاية لهولندا فعلا في أمستردام، وبالتالي هذه الصناعة تستطيع أن تكون مروجة. طبعا أنا بشكر الوزير وبشكر الدكتور الكبير وبشكر قبل كل ده الشباب المفكر والجد، يعني فكرة رائعة ان احنا نستخدم الانترنت ونستخدم الوسائل الحديثة ان احنا نوصل للعالم في رد التعرف عنهم اكثر مننا. انا شايف كلمة رائعة من الناس موجود طبعا على الوزير حماسة كلنا وسخانة كلنا، وفعلا زي ما حضرتك بتقول الناس في شرم الشيخ والأقصر وأسوان هنا دول مظلومين جدا، محتاجين دعمنا احنا كسياحة داخلية. واحنا لما كنا صغيرين على حضرتك الرحلة في جميع المدارس وجميع الجامعات معلش موجودة، عايزين الحاجات دي يا فندم ترجع.